قالت له اهلا وسهلا بكم في روزلاند. النهارده ان شاء الله معانا المروحه الفريش الحائط 16 بوصه، معاها ضمان 5 سنين، هنركبها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شهادة ضمان 5 سنين، دي شهادة الضمان بتاعتها. نيجي أول حاجة هنا نفك دي، دي كمان، نبدأ نركب الشبكة الخلفية. في هنا يا جماعة 3 بنوس، دي واحد التاني ادي التالت، في هنا 3 اخرام لهم، كل بنز بيدخل في الخرم بتاعه، تمام. وبعد كده بنربط الصامولة، كده ربطنا الشبكة الخلفية. بعد كده هنجيب الريشة اهي، شو كده بقى مع بعض كده على المسمار من هنا، عشان في ناس بتيجي تدخلها ما بيرضاش ما بيخشش. المسمار متاخد منه حوالي ربعه زي ما حضراتكم شايفين هنا كده. في هنا برضو في الريشة نفس النظام، معمول على شكل حرف دي كده، دي الجزء اللي متاخد منه ده بيخش من الجزء اللي متاخد منه من المسمار بيركب على طول. زي ما حضراتكم شايفين كده، كده ركبت اهيت. هنربط بقى المسمار بتاعنا الصامولة، هو وش المروحة بس من جوه على شكل صامولة. ممكن تلفوا دي كده بس عكس عقارب الساعة، واي صامولة بتربطوها اتجاه عقارب الساعة كده، انما في المروح بيبقى عكس عقارب الساعة كده. كده تمام، ثبت. باقي الوش بتاع المروحة زي ما حضراتكم شايفين. برضو دايما خلي المروحة كده كده في العادل بتاعها، تخلوا كلمة فريش دي في العادل معاها برضو، يعني ما تخلوهاش كده، ممكن تركب على اي اتجاه، بس هو الصح ان الكلمة تكون مظبوطة على المروحة كده، تمام؟
هنبدا بقى نفتح المشابك دي كده اهو، مش واحد واحد، نبدا نركب. في هنا مشبك اللي هنا في المروحه الفريش، بيبقى القطعه دي بتبقى من يمه فوق، نخليها فوق. وبعد كده بنقفل المشابك اهو. كده المروحه بتاعتنا ركبت. جاي مع المروحه بتاعتنا بقى ايه؟ شنطه فيها الحامل تحت، المسامير، ثلاث مسامير همت بيركبوا بالفيشر بتاعهم زي ما حضراتكم شايفين. فيشر بيركب في الحيطه، وبعدين كل مسمار بيدخل فيه زي ما حضراتكم شايفين كده. طب دي وظيفتها ايه الصاجة دي؟ الصاجة دي بتركب في المروحة من الخلف. زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام؟ تدخل كده وتركب. كده يا جماعة المروحة بتاعتنا يبقى هي كده وقفت على الكيبل الكهرباء، بس هنجرب نحط الفيشة في الكهرباء. نبدأ نشغل المروحة. هي طبعا المروحة فيها حبلين زي ما حضراتكم شايفين كده. الحبل الاولاني دوت عشان تشغل بيه المروحة كده، مثلا على السرعة رقم واحد، وكده على السرعة التانية اهوت، وكده على السرعة التالتة. تمام. الحبل التاني ده وظيفته ان هو يلف المروحة زي ما حضراتكم شايفين كده، ويوقفها برضه. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة عن المروحة الفريش الحائط 16 بوصة مع ضمان 5 سنين، موجودة في روز لاند، سعرها 550 جنيه. تمام، ما تنسوناش بقى في لايك وشير وسبسكرايب واشترك في القناة.